ماشية في طريق شارع الشفا فلقيت ولاد صغار طالعين عشان يرموا له خشب لحتى يولعوا نار ونطبخ عليه. طبعا احنا ما عندنا وسيلة بالغاز وغيره. مرحبا. ايش قاعد بيعمل اللي فوق؟ ليش بتنزلوا خشب؟ طب مش خايف هو؟ لا. فيش عندك خشب؟ ايش؟ ايش بتعملوا طيب على الخشب؟ نطبخ. طب تخافوش انتو؟ اجي نخاف.